اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الكروشيه. اليوم نتعلم نعمل كفوف او جوانتي، كل واحد بيطلق عليه اسم حسب البلد اللي عايش فيها. طريقته سهله وما بيحتاج للخياطه. بالاخير نبدا اول قسم بعمود امامي وعمود خلفي، بعدين عواميد. طبعا انتم بس تتعلموا الطريقه، ممكن تختاروا اي نقشه تعملوها على كف على خل يعني مو الكف، خلف اليد، او ممكن تحطوا شريطة او عقدة او اي صورة بتختاروا، او ممكن تشتغلوا زهرة او وردة تحطوها. وبالاخير نعمل تزهيرة او غرزة البيكو حتى يعطي منظر حلو. طبعا هذا بدون اصابع كمان. البداية من 40 غرزة سلسلة بنعمل عليها أول شي دور عواميد عادي، وبعدين طبعا العواميد بلفة، وبعدين بنبدأ بالعمود الأمامي والخلفي. طبعا هذا المقاس لليد المتوسطة. هل إذا اليد كبيرة شوي بتحطوا زيادة غرزتين، أو إذا أصغر يعني اليد ناعمة بتعملوا أقل غرزتين، يعني ما بين ال 38 وال 42 غرزة لمقاس كل الايدين. طبعا البدايه بدها تمرق الكف من هالمنطقه، وهي هون اعرض شي باليد من فوق المعصم بيكون اضيق. نبدا هلا بال40 غرزه ودور العواميد. البدايه 2، هلا انا رح كملهم لل40 وارجع لكم بهالطريقه. وطبعا هذا الكيف ما بده خياطة، بالاخير بيطلع كامل. هلا انا عملت هون 40 غرزة سلسلة، بنسكر الدائرة وبنطلع بثلاثة، 1 2، او ممكن تطلعوا غرزتين او ممكن تطلعوا ثلاثة. انا هلا رح اطلع غرزتين. وبتشتغلوا على كل غرزة سلسلة عمود بلفة لحتى كل الغرز يخلصوا. طبعا بعد ما بتخلصوا بتعدوا العواميد بدهم يطلعوا 40. بنشتغل على السلسلة وبنختم الشغل باول عمود. إذا بدكم ممكن تحطوا شريطة بالآخر وتعملوا عقدة، وهي الحجم على كف اليد مثل ما لكم شايفين. بعد ما بتخلصوا ال40 عمود مندخل السنارة بأول عمود، نشتغل غرزة واحدة، نبدأ مباشرة بالعمود اللي تحت نشتغله عمود أمامي. طبعا احنا شارحين العمود الامامي كيف بينشغل. نرجع عمود خلفي من خلف العمود، بهالطريقة بتكملوا عمود امامي عمود خلفي. حتى يتشكل معنا مثل هذا الشكل واللي هو الريب. اخر عمود لازم يطلع معكم خلفي، لحتى يكملوا كل العواميد مثل بعض، امامي خلفي امامي خلفي. بتفوتوها براس العمود، تشتغلوا غرزة لفة، بتكملوا كل الشغل على هاي الاسوارة تبع الكف، عمود امامي وعمود خلفي. دايما العمود الخلفي بضل خلفي والعمود الامامي امامي، لان احنا ما رح نقلب الشغل ونشتغل بالعكس، دايما رح نشتغل على وش الشغل.
بهالطريقة، وهيك أريح لكم. دائما الخلفي بتشتغلوه خلفي والأمامي أمامي، بتشتغلوا من 8 لـ10 أدوار هالمسافة هاي من هون لهون. بعد ما بتخلصوا الإسوارة تبع الكيف، طبعا الاثنين بدهم يكونوا نفس عدد الغراز والادوار ونفس الطول نفس العرض حتى يطلع الكفين مثل بعض. هلا بعد ما عم نشتغل الريب هذا بنشتغل دور بس عواميد فوق هدول العواميد الامامي والخلفي، رح نشتغل دور كامل وننهي الشغل هون عواميد، بعدين بنبدأ منزيد من هون غرزة قبل الأول عمود وغرزة من الآخر، منزيد لحتى نشتغل منطقة الإبهام اللي هو هاد، بعدين منشتغل عادي لأصابيع اليد. ممكن كمان إذا عندكم بنوتات بالبيت تشتغلوا قطعة مثل هاي وتلبسوهم ياها بدال إسوارة بهالشكل، كمان بتطلع حلوة. أو ممكن تحطوا لها خراز او بري او اي حجار انتو عندكم اياها، او اذا ما عندكم شي ممكن خيط صوف تحطوا عليه عقد مثل ما لكم شايفين. طلعت ارتفاع غرزتين بدل اول عمود، هلا بكل فراغ تشتغلوا عمود بهالطريقة. بتضلوا عم تشتغلوا لتوصلوا لآخر عمود تنهوا الشغل هون، وبنبدأ بالزيادة. بس توصلوا لآخر عمود تنهوا الشغل هون، واحد اثنين، بدنا نزيد غرزة بنفس المكان. وقت نشغل كل العواميد نرجع كمان منضيف هون عمود، بصير كأنه هون زدنا عمودين. منكرر الزيادة لمقدار يعني الطول من المعصم لبداية الإبهام، واللي هن بيطلعوا تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 أدوار. منزيد من هون 7 و7 يعني كأنه زدنا 14 غرزة يلي هن مقدار الإبهام، يعني اللفة داي الإبهام تطلع هي 14 غرزة بدها. طبعا إذا الإيد أصغر ممكن تقللوا غرزتين لحتى نزيد من الطرف الأخير بهاي المكان، منضيف عمود مثل ما قلنا هيك زدنا عمودين ومننهي الشغل وبنرجع بنطلع 1 2 كمان منضيف هون عمود ومنكمل الشغل. كل الشغل عواميد، وقت نشتغل كل هدول العواميد كمان بنرجع هون منضيف ومنكرر حتى نوصل لطول الإبهام. لا هيك هو بده يطلع معنا، نحن نشغل بس لحد هون. وقت بتزيدوا وبتشتغلوا هاي المسافة، هلا بدنا نشتغل منزلقة 7 غرز من البداية وبدنا نترك 7 من النهاية ونشتغل 4 عواميد. نبدأ نعمل منزلقة هون عشان ما تعمل ارتفاع على منطقة الإبهام، ومنعدهم 1 2 3 4 5 6 7.
بنعد كمان من هون 7 عواميد، 1 2 3 4 5 6 7، بنشبكها وبنطلع بسلسلتين ارتفاع مقابل أول عمود، وبنرجع بنشتغل فوق كل عمود عمود وبنشتغل 4 أدوار عواميد يلي هن المسافة من هون لحد الإصبع، يلي هن من هون لهون 4 أدوار عواميد. بدنا ندور بس على هذا القسم ونترك مكان الإبهام، بعدين بنشتغله. بعد ما بتشتغلوا على الداير تنهوها بأول عمود اشتغلناه اللي هو هاد، واحد اثنين، وبنرجع بنكرر فوق كل عمود نشتغل عمود. مثل ما قلت لكم بتشغلوا 4 أدوار عواميد. هلا اشتغلنا دور، بلشنا بالثالث، بقي عن دوري. بعد ما بنخلص ال4 أدوار بنبلش بغرزة البيكو أو التزهيرة، اللي هي عبارة عن 3 غرز، وبنرجع لأول غرزة بندخل الإبرة بين عمودين، هي الفاصل بين غرزة البيكو والتاني غرزتين، وبنرجع منعيد غرزة البيكو، 1 2 3، بندخلها بهدول الغرزتين، وغرزتين بين العمودين، بنرجع بنكرر نفس الخطوات، 1 2 3، ومنكمل لآخر لفة الأصابع. يعني بنشتغل داير كل هال، وبعدين بننتقل لنشتغل الإبهام. بعد ما بتخلصوا ممكن هون تقطعوا الخيط، إذا بدكم ما تقطعوا مثلي ممكن تنزلقوا لحد هون بهالطريقة، تبدو بشغل دور واحد من العواميد، وبترجعوا بتعملوا فوق التزهيرة مثل داير الأصابع، بتعملوا نفس الطريقة بداير الإبهام. بلشوا شغل العواميد، على داير الإبهام بتكملوا لحد هون وبتقفلوا الشغل. بتقفلوا الشغل بأول عمود، وبتبدوا تعملوا غرزة، 1 2
ثلاثة وتبلشوا بغرزة البيكو مثل ما عملنا داير الأصابع، نعمل داير الإبهام. بالعمود الثالث نرجع منعيد، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين، وبالعمود الثالث بنكرر غرزة التزهيرة. ننهي الشغل وبنقطع الخيط. شفتوا طريقته سهلة، بإمكان أي حد يقدر يشتغل الكفوف وبطريقة سهلة. طبعا الخيط البداية بتفوتوه بالشغل وخيط النهاية. ممكن تضيفوا أي شيء، وردة أو شريطة مثل ما حكينا، أو ممكن تلبسوه هيك كمان حلو يعني، عشان ما تتقيدوا بأي شيء أو بأي لون تاني. إذا عجبكم الشرح لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، زوروا موقع المحترفة والخياطة السريعة. إلى اللقاء.